ما شاء الله طريقة بسم الله الرسول صلى الله عليه وسلم. ازيك يا استاذ؟ الله استاذ بطوطة كرم الصدوق. الله مش قليل ما شاء الله. نفس الطريقة اللي بتعملها باللحمة بس دي سجق، بس انا عاملاها ايه يعني كله ليه في ني اخضر. الله السجق يعني والبصل، وكل ما حطتش البصل على النار لا كله في اخضر تدعكي ملح وبهارات وكل حاجة ما شاء الله. لا رأسوس ما شاء الله الجمال. الصلاة على النبي ازاي. الله تفضل حلويات. الله تسلم ايديك يا استاذ. الله تفضل. الله